اهلا بحضراتكم من جديد. الكره الطايره سيدات يمكن الغريب او الكره الطايره عامه الدوري بيتاخر بشكل يعني انا مش شايف له مبرر. كل الانديه حددت خلاص او كل الاتحادات انا اسف كل الاتحادات حددت شكل البطوله. اليد النهارده بنلعب السله بطوله عربيه اجلت لنا الدوري شويه وهنلعب بعدين مرتبط يبقى المرتبط انا كنت بكلم كابتن احمد الجرحي المرتبط تقريبا هيبقى في اخر 10. كل المعالم المنافسات ظهرت بشكل يمكن 4-5 شهور جايين. الطايره اللعبه الوحيده اللي دايما بتتاخر. فالكره الطايره سيدات من في النادي الاهلي من الالعاب اللي بتتضرر من ده ان مفيش شكل للموسم. فكابتن حمدي الصافي الحقيقه ما بيبقاش عارف يعلي الحمل ينزل الحمل بيتارجت انهي ميعاد. يعني انت متارجت مع شهر 10 البطوله ولا شهر 11؟ يعني احنا قاعدين مع نجمات الكره الطايره حتى في النادي الاهلي او بنقعد مع المدربين بيقول لك طب انا هتارجت ايه؟ يعني هتارجت على شهر 11 ماتشات ولا 10 اعلي الحمل اصفر اللعيبه اديهم اجازه يعني اعمل ايه؟ فالموضوع ده يعني مزعج شويه. كاميرا ابطال روحنا وحضرنا احلى التدريبات مع فريق كره الطايره سيدات وشفنا وناقشناهم في حاجات كتير وعرفنا ازاي التدريب وهل بيعلوا الحمل التدريبي دلوقتي كابتن حمدي الصافي وده في التدريب هناك جوه صاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اتناقشنا معاهم وشفنا ايه اللي هو بيتم وايه اللي بيحصل وازاي بيستعدوا وازاي بيقتلوا حته او يعني ازاي بيتغلبوا على موضوع عدم ظهور المنافسات. دي العليمي طبعا نجمه منتخب مصر ازاي بيتغلب على ده عدم ظهور او وضوح الرؤيه بالنسبه للمنافسات. يعني كابتن حمدي الصافي هي دي مشكلته وكمان هو عمل ماتشات وديه هيعمل ماتشات وديه كل اسبوع الموضوع بيبقى صعب جدا. كاميرا الابطال كانت حريصه انها تقابل كابتن حمدي الصافي واللاعبات وكابتن نهله سامح طبعا كابتن الفريق وسجلنا التقرير ده نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. الحمد لله احنا ابتدينا فترة الاعداد من بدري. ابتدينا اول اسبوعين كان لياقة بدنية ابتدينا 15/6 اول اسبوعين كان لياقة بدنية. ابتدينا من الشهر اللي فات ان احنا ندخل بقى في الملعب ونشتغل شغل المهارات الفردية وكده والحمد لله يعني اتمنا الاستعدادات وتقريبا دلوقتي بقينا في شغل الملعب. ان شاء الله يعني كمان اسبوعين ثلاثة ممكن ندخل بقى مرحلة المباريات الودية بإذن الله. والله احنا هنحاول نعمل مباريات متدرجة يعني هنحاول يبقى مع فرق اللي هي متوسطة المستوى في الأول وبعد كده نلعب مباراة أو اتنين أو تلاتة أقوية مع فرق قوية. هنحاول برضو لو في معسكر صغير نقدر نعمله قبل بداية الموسم لتجهيز الفرقة وانضمام المحترفين طبعا بعد كده هيبقوا فترة اللي هي قبل الدوري دي يبقى الانسجام مع الفريق وكده وإن شاء الله بإذن الله يبقى الفريق على نص عشرة آخر عشرة كده يبقى تم استعداداته تماما إن شاء الله بإذن الله. والله إحنا جددنا لكل نجوم الفريق آية الشامي وسارة أمين دعاء الغباشي نهلة سامح شروف وإياد جددنا لكل ومريم مصطفى جددنا لكل اللعيبة ونادى وليد اتعمل لها تعديل وتجديد كل نجوم الفريق اتعمل لهم تجديد وجبنا صفقات دعاء محمد ومريم ثروت وعليا من نادي الشمس برضو حقيقة كلهم صفقات كويسة وإضافة لينا بإذن الله بالإضافة طبعا للمحترفين جبنا سنتر بلوك من بورتوريكو وإن شاء الله بإذن الله في الفترة الجاية مستنيين لعبة مركز 4 تبقى قوية بإذن الله. طبعا احنا ابتدينا اعداد طبعا زي كل سنة بيكون في الأغلب الأول بيكون طبعا لياقة يعني بنكون فتنس الأول بعد كده بنبتدي ندخل الفتنس مع الكورة بس ودلوقتي الحمد لله وصلنا لمرحلة متقدمة شوية يعني ابتدينا نقف وقفة ملعب وطبعا بالتدعيمات الجديدة بنحاول طبعا كل الفرقة تتأقلم مع بعض في الملعب فالحمد لله وصلنا لمرحلة متقدمة يعني يمكن الدنيا سهلة شوية بالذات ان اللعيبة دي كانوا معانا في المنتخب كمان احنا بالذات لسه جايين من بطولة منتخب قبل الاعداد على طول ولعبنا معاهم كتير في المنتخب فكان سهل ان هم اللعيبة يعني يدخلوا وسطنا في الملعب والكلام ده اعتقد هيكون قريب يعني في الفترة اللي جاية احنا كمان منتظرين في لعيبة من فريق الشابات في البطولة الافريقية بيلعبوا النهارده النهائي فهينضموا لينا ان شاء الله اول لما يرجعوا وبكده الفرقة ان شاء الله تكون كاملة وكمان المحترفة من بورتوريكو هي رجعت تلعب بطولة العالم وراجعة تاني فاعتقد لما الفئه تكتمل هنبتدي يعني ان شاء الله طبعا اهدافنا زي كل سنه ان احنا نفوز بجميع البطولات اللي بنشارك فيها ان شاء الله.